حضرتك الأول مع الجواز في بيت عيلة ولا ضد؟ لا ضد. أنا لست مع الزواج في بيت عيلة. لماذا؟ لأن حق السكنة من الحقوق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الزوج لمصلحة المرأة. ربنا بيقول أسكنهن، بيخاطب الأزواج، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. الزواج في بيت أسرة الرجل أو عيلة الرجل هيبقى فيه منغصات مهما كنا ملائكة. صح، مهما كنا ملائكة في بيت أسرتها ما فيش منغصات؟ في بيت أسرتها باباها ومامتها ما فيش منغصات؟ لا طبعا، بيمتصوا مع أسرتها مع مامتها هيمتصوا، وأعتقد زوجها لا يقبل إنه يتزوج عند مامتها، لأنه يقول لك لا أنا الراجل ولازم أحس باستقلالي والشقة باسمي. فالشقة من حق الزوجة، ولو اشترطت عليه في عقد الزواج أن أكون أو أن أسكن في سكن مستقل بعيدا عن أهلك ووافق فليس له أن يتراجع، وإن تراجع وتضررت فعليها أن ترفع أمرها للقاضي. لأن إذا حق ربنا إداه للمرأة ضمن النفقة المطلوبة من الرجل، فليه هي تتخلى عن هذا الحق من أجل حدوث مشاكل إحنا المفروض نتجنبها يعني. فعشان كده أنا وافق على الاستقلالية. طب سؤال، هو الدين دينيا اتقال إن المرأة ليها حق إنها تستقل ببيتها، بس قال إن ما ينفعش أو حرام تقعد في بيت أهله يعني زمان؟ لا ما قالش حرام ولا حاجة، قال من حقها أن تشترط. من حقها؟ من حقها طبعا. ولو اشترطت لأنه هو حقها السكن مستقل حقها أساسا، ولكن ما حرمش إنه تكون موجودة في بيت عيلة. لا ما حرمش، بس إحنا بنقول من الأفضل عشان الحفاظ على استقرار الأسرة والأمن والأمان بتوع الأسرة، من الأفضل أن يكون هناك انفصال واستقلالية في السكن. لأن إحنا بشر، وقد يكون هناك غمز أو لمز، أو قد تكون الزوجة لا تعجب أم الزوج. طب جوزت لو ما تعجبهوش جوزتها له ليه؟ ها؟ لو ما تعجبهوش أو ما تعجبهاش جوزتها له ليه؟ أكيد عجباها. لا، بعد ما جوزته بدأ بقى إيه؟ نبحث بقى عن العيوب. لا شوفي، أنا حما وأنا بتكلم بصفتي أنا حما لأبناء والبنات، فالمفروض إن أنا أعيش مستقلة بعيدا عنهم كي أسبب لهم الراحة والسعادة. والله إذا هم في بيوتهم من غير وجود الأم الزوج حصل بينهم خلاف، هم حرين، لازم هيحصل، لكن أكون أنا بعيدة عن هذا الخلاف. فأنا رأيي إن حق السكنة من الحقوق التي أوجبها الله على آدم، على آدم منذ أن خرج آدم من الجنة وقال له الله سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما هو الشيطان من الجنة فتشقى. للرجل فتشقى، ما قالش فتشقياني. يعني الرجل مكلف بالسكنة وطبعا والنفقة بجميع أنواعها. اللي أنا أطلبه بقى من السيدات إن ما كنش أنا عايشة عند أبويا وأمي في فيلا كبيرة، وإلا أطلب من زوجي أن يسكن يعمل لي فيلا مثل هذه الفيلا مثلا. عشان كده ربنا قال من وجدكم حسب طاقتكم، ولا تكون ساكنة في يعني في مستوى متوسط زي الكثيرين مننا وتروح عنده تطلب طلبات مبالغ فيها. في هو ما يوافقش. برافو عليه، طبعا ما يوافقش. لكن لو وافق أصبح ملزما. خلاص ما توافقش من أولها، ما يوافقش عشان ما نخشش في مشاكل ونعمل حاجة. لأن كل شخص